مستحيل. محبوب ده ابن حتتي ايام ما كنت ساكن في الحلمية. سبحان الله، ده قعد 5 سنين في البكالوريا لغاية لما حصلته. نقيت فيها يا سي عجايبي، اهو الزعيم علق العملية وطلع المليونير صاحبه. للأسف القهوجي معرفش حد من الأسامي اللي سألته عليها، يظهر إنه جديد في الحتة. يعني زي كل مرة وصلنا لطريق مسدود. صبرك بالله يا سعادة الكبير، شيخ الحارة هنا راجل كبير في السن، أكيد هيعرف قرايبك اللي كانوا ساكنين هنا من 25 سنة. فين هو؟ راقد في بيته بقاله 10 سنين. اطلع يا اسطى. زكي الشرنوبي، تعيش انت يا بيه؟ ده مات من 20 سنة. بس هو كان مخلف ولد وبنت. تمام يا بيه. وهم فين دلوقتي؟ هو كان عنده ولد اسمه جابر وبنت اسمها تفيدة. جابر ما عرفش عنه حاجة بعد ما مات ابوه، لكن تفيدة اتجوزت واحد بيشتغل في البوسطة. وتفيدة فين دلوقتي؟ تفيدة سابت الحتة بقالها 10 سنين بعد ما اتنقل جوزها. ما تعرفش اتنقل فين؟ دي حاجة بقالها 10 سنين، الواحد هيفتكر ايه ولا ايه؟ طيب وجوز تفيدة اسمه ايه؟ يمكن نقدر نعرف عنوان من مصلحة البريد. انا فاكر ان الست تفيدة كانت بتنده لجوزها وتقول له يا سي عبده. حاول تفتكر اسم جوز تفيدة بالكامل يا راجل يا طيب، ده الامل الوحيد اللي حيوصلني لحد من قرايبي. يا ناس انا راجل عجزت والمرض ما خلاش فيا. باين والله اعلم كان اسمه عبد الكريم، عبد الحي، عبد السلام، حاجة زي كده. بيه ده لسه في واحد سأل على محبوب بيه حالا. ما قالكش اسمه ايه؟ انا كان قدام فوق سياحي ملحقش اتكلم معاه. انا مش بنبه ان اي حد يسأل على محبوب بيه. تاخدوا اسمه وعنوانه؟ افتكر الشخص اللي سأل عليه هو اللي قاعد هناك ده. حسن محبوب بالحضن يا صديق العمر. وحشني يا ابو علي. الف حمد لله على سلامتك يا محبوب. الو، ثانية واحدة يا درويش بيك. خمسة وعشرين سنة يا راجل محدش يعرف عنك لا حس ولا خبر. لو سمحت ثانية واحدة يا محبوب بيك. اتكلم يا رضوان، حسن مش غريب، ده أخ وصديق. درويش بيه على التليفون بيسأل إمتى ساعتك تكون فاضي عشان يقابلك. يا رضوان أنت عارف انا ما عنديش استعداد ابدا اتكلم في اي مشاريع او صفقات. بس يا فندم مشروع الاوتيل اللي قدمه درويش بيه صفقه ما تتعوضش. ان شاء الله نكسب 1,000,000 جنيه
وحياتك يا رضوان، خلصني من الحكاية دي، خليني أعرف أقعد مع صاحبي. أنا شايفك مش مبسوط، مع إن يعني ربنا فتحها عليك. بقى عندي فلوس يعني؟ من صورك وأنت بتحلم تبقى مليونير. أنا فاكر شعارك المشهور، لو كان الفقر رجلا لقتلته، مش كده ولا ايه؟ ايه فايدة الفلوس اذا ما كنتش تلاقي جنبك اللي يفرح لفرحك ويزعل لزعلك؟ انت ما جوزتش؟ عمري انسرق مني، لا اتجوزت ولا خلفت. يبقى ربنا بيحبك، خليك زي حالاتي يا راجل. اوعى تغلط غلطتي يا حسن، لا تندم طول عمرك، الحق اتجوز قبل ما القطر يفوتك. زي من فضلك افندم، هو محبوب بيه موجود؟ موجود، بس الاوامر اللي عندنا انه مش عايز يقابل حد. بس في بيني وبينه معاد بخصوص شغل. تقدر تطلبه في التليفون وهو يدينا اوامر انك تقابليه. اتفضل. شكرا. فرصة يا درويش بيه، أكيد لما هيشوف الأوتيل على الطبيعة وهيلاقيه جاهز على الافتتاح، من المؤكد إنه هيغير رأيه. تفتكر إيه اللي رجعني بعد الغيبة الطويلة دي؟ أكيد زهقت من الغربة وحبيت تستقر هنا بقى. الغربة أنا اتعودت عليها 25 سنة، لكن أنا لما جاتلي الأزمة القلبية وربنا نجاني منها حسيت إني ولا حاجة رغم كل اللي عندي. ما كانش قدامي غير اني ارجع وادور على اهلي، لكن للاسف ما لقيتش منهم حد لغايه دلوقتي. هتعمل ايه بالك يا محبوب؟ صدقني ما يجيش من ورا الاهل غير المشاكل ووجع القلب. انا من غير قرايبي يا حسن هبقى زي الشجره العجوزه اللي ملهاش جذور، اي شويه هوا ممكن يوقعوها. عايز احس بان ال25 سنة اللي اتغربتهم لهم قيمه. لو مت مين هيمشي في جنازتي؟ مين هيورثني؟ مين هيحمل اسمي من بعدي؟ بيني وبينك اذا ما لقيتش قرايبي انا هسافر تاني، وساعتها مش هتفرق معايا لو مت في الغربه ولا مت هنا. سيادتك تصدق ان الفلوس راحت منها؟ ما شفتش ظرف ابيض. نعم توصف. الأمن عشان الفلوس اللي راحت منك. هي لو كانت فلوسي ما كانش يهمني. بس ده برضه ما يمنعش انك تشربي الليمون. ايه
نزال فوق. الحمد لله. المتوازين نسيته على الكاونتر. متشكرة قوي. العفو يا فندم. متشكرة قوي يا أستاذ حسن. أنا اللي آسف جدا يا نسا. على إيه؟ بصراحة أنا أسأت ظني بك. لو ما لقوش الفلوس. للدرجة دي أنت سايق ظني بالناس يا أستاذ؟ يا ستي أنا آسف. وآسف كمان مرة على سوء معاملتي ليكي في المكتب. يوم أثرت عليا في مكتبك كان عندك حق، لأني حاولت أتدخل في حياتك الشخصية. من يومها اتعلمت إني ما أعملش حديث إلا لما أكون عارفة كل حاجة عن الشخصية اللي بتعامل معاها. ناوية تعرفي كل حاجة عني؟ أنا خلاص عرفت، بعد ما خرجت من عند حضرتك في المكتب، رحت أرشيف المجلة، قريت كل اللي انكتب عنك. طب وإيه رأيك في اللي قريتيه؟ تاريخ حياة فنان زيك، محتاج لوقت كبير أوي. وإحنا ورانا إيه؟ أنا كان يسعدني إني أقعد مع حضرتك، لكن للأسف لازم أودي الفلوس دي هي للعميل اللي نازل هنا. الأهم من العميل يا أنسة إنك تروحي حالا دلوقتي الدكتور يكشف عليكي. الصداع ده أنا متعودة عليه، والحمد لله أنا بقيت كويسة دلوقتي. الكارت بتاعي أهو. تقدميه للدكتور حامد الطلخاوي في عمارة اللواء. هو حيوم باللازم. وبعدين بقى في الجمايل اللي مش هنقدر نردها دي. اعتبري نفسك رديتيها. بس على شرط تزوريني في مكتبي وتبقي تحكي لي على الدراسة اللي عملتيها عني. بجد؟ أجي حضرتك أنت يا أستاذ. عندك دعوة مفتوحة في أي وقت. شكرا. شكرا يا أستاذ. متشكرة جدا، متشكرة أوي أوي أوي. متشكر. لمؤاخذة يا محبوب بيه، سألت على سيادتك قال لي إن حضرتك هنا في المطعم. بقيت فلوس الإعلان أهي. بتوع الأمن لقوها في الريسبشن. من ربكتي سبت الظرف على الكاونتر وأنا بطلب الأستاذ رضوان في التليفون. طب اهدي وادي تغدي معايا. متشكرة أنا أكلت. طب خلي الستين جنيه دول مكافأة على مجهودك. يا محبوب بيه، خليني أحس إن أنا سعيدة وأنا بقدم لك خدمة متواضعة من غير مقابل. اعمل شيك بألف جنيه لحامله واديه للآنسة تحت حساب استمرار نشر الإعلان. لو ربنا وفقني ولقيت قرايبي لك مني مكافأة كبيرة قوي. إن شاء الله ربنا هيوفقك وتلاقي حد من قرايبك. الدنيا لسه بخير يا رضوان. مش تيجي تاكلينك لقمة؟ مانيش نفسي يا سميرة، لازم انزل اخلص الشغل اللي ورايا. يا حبيبتي انت هتموتي روحك بالشكل ده؟ وبتقولي الدوخة رجعتلك؟ اكيد قاعدة على لحم بطنك من الصبح زي العادة. الاكل ملوش دخل بالدوخة والصداع، دي حاجة متعودة عليها بقالي سنتين. سنتين وما رحتيش لدكتور؟ رحت لاكتر من دكتور، وكل مرة بيكتبولي على المسكنات، عشان كده بفضل اني اكرر الروشتة اللي عندي. طب ما تروحي يا بنت الحلال لدكتور كويس بدل ما بتضيعي فلوسك على الادويه. ما انت عارفه الحاله يا سميره، المعاش بتاع بابا اتوقف من يوم ما القوى العامه رشحتني للعمل في الجريده، ولغايه دلوقتي جريده بتدفع مكافاه عشان انا لسه تحت التمرين. كلها شهرين وربنا يفرجها عليا واتثبت واقبض مهدي كامل. ما ربنا فرجها عليكي وانت اللي طلعتي هبله. بقى الراجل يديكي 60 جنيه ترفضيهم؟ يا حبيبتي انا بشتغل صحفيه وما عنديش اي استعداد ان حد يشتريني. اما عندك استعداد بس انك تبقي كحيانه. مش كنتي لهفتي القرشين دول واشتريتي لك حته فستان بدل ما بتغسلي هدومك بالليل عشان تلبسيها الصبح؟ ولو كرمتي عندي بالدنيا.
مين اللي لازم تفتح باب الاستوديو؟ انا لقيت نفسي فاضي قلت نضط. حسك عينك ارتحت يا مرة. شيل الحاجات دي. زي ما بيقولوا ان سبب اعتزالك أزمة عاطفية. الموضوع ده انا مهتم بيه فعلا، بس حضرتك جيتي لي في يوم عصيب جدا. لو سمحت اجيل الحديث ده ليوم تاني وانا تحت امرك. يا خبر، ده انا على كده اخدت مقلب كبير قوي. ليه يا نسا؟ اصل احنا حجزنا لسيادتك عمود في الصفحه الفنيه. ولا مقلب ولا حاجه. انا في الفيلم ده مقدم اكتر من وجه جديد، وتقدري حضرتك تقابليهم وتعملي معاهم الحديث اللي انت عايزاه. واظن ده اكبر رد عملي على تشجيعي للعناصر الشابه. طبعا يا فندم طبعا. اتفضلي حضرتك في الكافيتيريا هتلاقيهم في انتظار. شكرا قوي. اتفضل يا سيدي وريني الوجه الجديد اللي حضرتك مرشحولي لدور رؤوف. اتفضل اتفضل. واحد البطلة ترفض تتجوزه عشان وحش؟ ده أحلى من ألان ديلون يا صالح. الدور ده أنا مش كنت مرشح فيه الواد اللي طالع في حلقات التلفزيون في القناة التانية؟ طب وعمل إيه دلوقتي يا أستاذ؟ دي غلطتك أنت. وأنت اللي لازم تتصرف يا أستاذ. يعني دي مش أول مرة تمثلي فيها هنا. أنا مثلت قبل كده بس في المسرح. طب قولي لي مين تاني من الوجوه الجديدة بيشتغل معاكي في الفيلم ده؟ خالد فوزي. شاب كويس وزميلي من معهد الفنون المسرحية. خالد دي واحدة لو سمحت. الأنسة رندا محررة في جريدة صوت الشرق. أهلا وسهلا. أهلا. الأنسة رندا بتعمل موضوع عن الوجوه الجديدة، ودي فرصة كويسة عشان تدردشوا مع بعض. بس أنا مش جديد يا نجم، أنا متخرج قبل منك بثلاث سنين. عايزين ايه في الدور يا نسا؟ أنا عملت اللي عليا وعرفتكم ببعض. ممكن تديني فكرة عن مشاكل خليل؟ اسمعيني الأول أعزمك على حاجة. أنا شخصياً ما عنديش مانع. اتلعب فين لو سمحت؟ خلي بالك يا ماما، التمثيل مش مشكلة، المهم إنك أنت توضحي لنا أنت بتقولي إيه بالظبط. أنتوا مش خدتوا كده في المعهد؟ تحت أمرك يا أستاذ. ها؟ حافظة كويس؟ حافظة دوري والأدوار التانية كمان. طب يلا يلا بلاش لماضة. استعداد؟ برافا. سكوت. برافا. أنا كمان واخد كورس في معهد الموسيقى العربية. بتعزف على إيه؟ بعزف على عود. كويس قوي. بغني كمان. صوتك حلو؟ بيقولوا مش بطال. يعني مطرب وممثل شامل. بس فين المجال؟ طب ليه ما قدمتش في المسرح الغنائي؟ كامل العدد.
طب والفرقه الخاصه؟ ارفض. ليه بقى؟ تقدري تقولي لي ايه اللي خلى مسرحيه راجل ولا كل الرجاله تقعد 5 سنين؟ قطع نجاح المسرحيه هو اللي خلاها تقعد المده دي كلها. عمر ما كان النجاح الجماهيري دليل على جوده العمل الفني. طب وايه قيمه العمل الفني الجيد ما دام مفيش جمهور يتفرج عليه؟ يا انسه شريط دلعني يا زغلول، اتوزع اكتر من اي شريط لاشهر المطربين. هل معنى كده ان فن هدهد الطاير اللي غنى دلعني يا زغلول احسن من عبد الوهاب وام كلثوم؟ انا شخصيا بخلاف كل المثقفين شايفه ان المطرب هدهد الطاير ظاهره شعبيه، وممثل مسرحيه راجل ولا كل الرجاله قطعا ممثل قدير انه قدر يوصل لقلب الجمهور، عشان كده مسرحيته قعدت 5 سنين. مدام حضرتك بتفكري بالشكل ده يبقى هنختلف مع بعض على طول. لو سمحت يا استاذ خالد ثانيه واحده. انا اتفاقي معاك يا استاذ على دور اهو، بس الاستاذ المخرج شايف انك انسب في دور عادل. يا استاذ انا قاري السيناريو من الجلد للجلد، دور عادل ده صغير جدا وممكن اي حد يقوم بيه. هعوضها لك في الفيلم اللي جاي، طوعني واقبل الدور، على الاقل يبقى الاستاذ اتعرف بيك وعارف امكانياتك. اسف جدا، تاني مره يا استاذ صالح وبعرفوا قيمه الناس اللي هتشغلوهم بدل ما تجيبوهم وتهزقوهم. ادي يا ست الوجوه الجديده اللي كل ما يروحوا في حته يقولوا مش لاقيين فرصه. ثانية واحدة هطلع اجيب فلوس واجي. مفيش داعي تتعب راحك وتطلع وتنزل، انا جاي معاك يا بيه. في ايه يا خالد؟ لو سمحت ابعتي لي جنيه، احسن نسيت محفظتي في الاستوديو. شبان اخر زمن زي الشحط ولسه بياخد مصروفه من امه. يا شبان الايام دي لو كان فيهم خير يا حاج مدبولي كان جرى للبلد اللي جرى لها دلوقتي. علي صوتك حبتين، خلي الجماعة بتوعنا يسمعوا وياعوا، احسن دول واخدين قلم كبير قوي في المحروس ده. مالك يا خالد؟ في ايه؟ انا خلاص بقى زهقت من الدنيا ومن اللي فيها، كل حاجه ماشيه غلط. يعني عشان نسيت محفظتك في الاستوديو تبقى كل حاجه غلط؟ طب ما رجعتش ليه في نفس التاكسي؟ ده كل اللي فيها 2 جنيه، يعني كنت هاخدهم وهدفعهم مهندس التاكسي، انا كل اللي يهمني البطاقه. طيب طوالي على الاستوديو بدل ما تعطل روحك وتطلع بطاقه جديده. انا مش طايق ابص في وش حد من بتوع الاستوديو، متهيألي لو رجعت هناك هرتكب جريمه النهارده. يا ساتر يا رب، ما قلت لك يا حبيبي شوف لك سكه غير السكه دي اللي مش جايبه همها دي. اسمع كلام يا خالد وشوف لك وظيفه اضمن. بيقول الوزاره طالبه مدرسين مزيكا، ايه رايك؟ ها؟ وهو بمهيدك تعيش مرتاح. يا ماما الف مره قلت لك انا مش هتوظف، انا افضل اطلع فوق البرج وارمي نفسي على اني اشتغل اي حاجه غير ان اكون فنان. خلاص يا حبيبي خلاص، ما زعلش نفسك، اشتغل ممثل مغني ان شاء الله يا رب رقاص. هو انا منعاك؟ شقة الفنان خالد فوزي. ايوه حبيبتي، يلزم اي خدمة؟ في اوردر على شن ولا حاجة؟ اوردر؟ ما هو قاعد على اعصابه ليل ونهار، واللي طالع عليه الاوردر الاوردر. ربنا يسهل. في اي خدمة؟ انا كنت معاه في الاستوديو نسي محفظته على الترابيزة. هو موجود، اتفضلي. انا متشكر قوي يا ناس. لو سمحت يا ماما اعمل لنا شاي. مفيش داعي يا استاذ خالد تتعب الست الوالده. تعبك راحه يا حبيبتي، ما يجي على طلعك السلم. اتفضلي استريحي، اتفضلي. طبعا تعبت روحك لغايه ما عرفت العنوان. ابدا، انا استغليت مهنتي كصحفيه وعرفت عنوانك من البطاقه في محفظتك. اطمن، انا ما قريتش اي اوراق خاصه، عملا بشرف المهنه. بس انا ماليش حياه خاصه انسة، انا حياتي كلها للفن. بس اللي مش قادره اتصوره انك تتعبي روحك وتخبطي المشوار ده كله عشان ترجعي لي المحفظه. ما دام الواحد يقدر يعمل خدمه ما يعملهاش ليه؟ بس انت تبقى عامله نادره اليومين دول. استاذ خالد انا مش عايز اختلف معاك في الراي مره تانية، انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تديني صوره من صورك عشان انشرها لك في الحديث اللي اخدته معاك. يبقى اكيد في خير في الدنيا ما دام في ناس زيك بالاخلاص ده. ما تاخديش وتدي معاها في الكلام، احسن كل كلمه محسوبه وتتبنى عليها حاجات كتير. هو تحقيقي خالد؟ اكتر. خلاص ادي بنت الشاي لنفسك.
اتفضلي يا طنط، واقفه ليه؟ واقفه ليه؟ قول لها انت يا خال. ولا حاجه، اتفضلي يا ماما، هروح اجيب لحضرتك الصور. ايه اللي حكايه الصور دي؟ مضيع مصروفه كله على الصور، مره باصص يمين، مره باصص شمال، مره موطي على كوعه. هي الصور دي مش كفايه اللي يشوفها يعرف صاحبها وخلاص؟ الكلام ده لو ابنك انسان عادي، لكن ده فنان ومستقبله كبير قوي ان شاء الله. برافو برافو يا رندا، كويس انك عملت الموضوع مع اتنين من الوجوه الجديد، بس الحديث صغير قوي، ما تقدريش تمطيه شويه عشان تغطي الثلاث عواميد اللي عندنا؟ انا شايف ان الحديث وافي بالشكل ده. وما عرفتيش تاخدي كلمتين من الاستاذ عثمان المخرج؟ بصراحه انا كنت بترعش وانا بكلمه. ليه بابا؟ اصعب حاجه انك تكلم الناس دي في شغلها. والعمل؟ انا عندي اقتراح ممكن تغطي بيه الصفحه الفنيه وزياده. فعلتك الحقيقه الاستاذ حسن باسط قابلني بطريق الصدفه واعتذر لي عن سوء معاملته، ومش كده وبس، ده اداني دعوه مفتوحه ازوره في مكتبه في اي وقت. ومستنيه ايه؟ روحي له بلغت الصفحه الفنيه، لازم تنزل مطبعه. بشرف يا محبوب، لو ما جيتش تتعشى معايا هزعل منك. يا راجل احنا مش متفقين على الميعاد. بيني وبينك عندي شويه صحفيين مش عارف اخلص منهم يا حسن. هتيجي يعني هتيجي خلاص. في حاجه يا عم تولي؟ الصحفيه اللي حضرتك طردتها يا بيه. خليها تفضل. انا وزعتها يا بيه وقلت لها ان حضرتك مش موجود. ومين قالك توزعها؟ خفت انها تكون بتكذب عليا زي النوبه اللي فاتت. امتى اللي حصل؟ حالا يا بيه. الله يخلي الله يعمل بيتك يا عم متولي. رندا رندا لا مؤاخذة الساعي فهم أمري غلط وقال لي وقال لك اني مش موجود في المكتب. في كازينو قريب على النيل، ايه رايك لو قعدنا هناك ندردش سوا؟ معقوله ارفض دعوه ادردش فيها على النيل مع الفنان العظيم حسن بسطة؟ طيب صدري. وفي سنة 57 رسمت حضرتك لوحة الصرخة ونالت تأثير النقاد والمسؤولين. أنا بهنيكي من كل قلبي على تجميع كل المعلومات دي عني. بصراحة دي خليت تاريخ حياتي يمر قدام عينيا كأني بشوف شريط سينمائي بالظبط. أنا ما كنتش بتصور أبدا إن الصحافة كتبت عني كل الحاجات دي. يا أستاذ حسن، مش الصحافة لوحدها هي اللي مهتمة بيك، ده كل البلد بتقدرك وبتعزك، يبقى ليه حضرتك تنطوي على نفسك وتبعد عن الناس؟ مفيش داعي تجاوب على سؤالي إذا كان سؤالي ضايقك. أبدا أبدا، لأن الإجابة على سؤالك في منتهى البساطة. اللي شفته على دين الناس هو اللي خلاني ابعد عنهم. البعد عن الناس نعمة، بس المثل بيقول جنة من غير ناس ما تنداس. ايوه، وفي مثل تاني بيقول ابعد عن الشر وغني له. اتفضلي. بصراحه يا استاذ، ايه هي الاسباب اللي خليتك تتوقف عن نشاطك الفني؟ انا شايفه ان مش من حقك ابدا انك تتوقف عن العطاء لبلدك. بس انا نيسة مش كتله حجر، انا بني ادم من دم ولحم، مش معقول ابدا ان الم يرن على وشي مقولش اي. بس الالام هي اللي بتفجر احاسيس الفنان، يمكن كمان تشيل حواسه وتوقف نشاطه زي حالتي. قولي كده، اسكتي قولي.
واحتمال انها تكون عملية هروبية من مواجهة الواقع. جايز. عشان ما كترش عليك، اخر حديث اتنشر عن لسانك في الصحافة كان بخصوص روحة سمراء النيل. ايوه فعلا، ده حصل من 5 سنين ومن وقتها توقفت عن اي نشاط. طب ممكن اعرف ايه اللي تم بخصوص اللوحة دي؟ عافيني من الإجابة عن السؤال ده، ولو سمحتي اعتبر الحديث اللي دار بينا دلوقتي مجرد دردشة بين أصدقاء، يعني مش حديث للنشر. مدام دي رغبتك أوعدك إن مفيش حاجة هتتنشر. مش عارف يا أنسة رندا، أكافئك على بحثك العظيم ده بيه. تديني فرصة أزور الاستوديو بتاع حضرتك، أتعرف على لوحاتك الرائعة عشان البحث بتاعي يبقى له قيمة موضوعية وفنية كمان. بسيطة يا ستي، يوم السبت الجاي انت معزومة لزيارة الاستوديو بتاعي. الأستاذ حسن فين؟ موجود يا سعادة البيه. أهلا يا محبوب. أهلا. تعرف لما كنتش جيت كنت هزعل منك أوي. لا ولا معقول. العشاء جاهز؟ حوض بالسفرة على ما الأناري بتتحمر. لا أنت حمر الأناري وأنا حوضها بالسفرة. حاضر. مش عارف عنوانه. ما تيأس يا محبوب ودور على رايك، اكيد هتلاقي حد منهم. غريب، ايه اللي خلاك تغير رايك بالشكل ده؟ انت قبل كده قلت لي ابعد عن قرايبك لحسن ما بيجيش منهم غير المشاكل وتعب القلب. ما انت عارف يا محبوب ان طول عمري عواطفي هي اللي بتتحكم في قراراتي. انا ما اخبيش عليك، كنت كاره الدنيا وما فيها، حتى قرايبي كنت قاطع صلتي بيهم. حد ما قابلت اليومين دولت انسانه فوقتني من الكابوس اللي انا كنت عايش فيه بمثل شعبي قالته لي. ايه هو المثل ده يا سيدي؟ جنه بلا ناس ما تنداس. شفت ازاي يا حسن؟ الحياه ملهاش اي طعم من غير اهل ولا بيت ولا اولاد. كويس انك فرت، الحق اتجوز وكون لك اسره. من فضلك مش الأنسة رغبة تشتغل في القسم ده؟ أيوة، بس هي نزلت من 5 دقايق بس. تحب نقول لها حاجة لما تيجي؟ لا معلش، هفوت عليها مرة تانية. صورتك يا سعادة البيه منورة الجورنال. صورتي؟ استاذ حسن موجود؟ برا. في ايه يا استاذ حسن؟ برا.